إذا من ضحى عن المتوفى هل يلتزم بتلكم الأحكام التي أشرتم إليها سابقا أو لا؟ نحن ذكرنا أن الذي يريد أن يضحي عن غيره ولا يدخل نفسه فيها نعم أنه لا يشمله المنع. طيب سواء كان متوفا أو حي، سواء أراد أن يضحي عن متوفى أو عن حي. بارك الله. إنما الممنوع من يريد أن يضحي عن نفسه منفردا أو يضحي عن نفسه وعن غيره مشتركين، هو الذي يمتنع من أخذ الشعور والأظافر في عشر ذي الحجة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.